هذا السائل يا شيخ يقول أنا جاهل بطريقة الاغتسال من الجنابة، وكنت أظن أن هذا التطهر مثل التطهر من البول أو الغائط، يعني كنت أتطهر بغسل موضع الجنابة فقط بدون الاستحمام، وصليت في ذلك عدة صلوات، فما حكم هذا العمل مأجورين؟ يقول أغسل موضع الجنابة، مش قصده موضع الجنابة، الجنابة في كل البدن ليست في محل، إلا إن كان يقصد يغسل ما أصابه المني مثلا. نعم. هذا يعيد الصلاة التي صلاها من غير اغتسال، يعيد صلاته لأنه صلى من غير طهارة. وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني بالاغتسال في جميع البدن. نعم.